بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج دردشة فقهية. ندردش مع فضيلة الشيخ الدكتور ياسر محميد مسائل فقهية. حياك الله الشيخ. حياكم الله وأهلا وسهلا، وحيا الله المستمعين ومشاهدين الأكارم. الله يحييك الشيخ. بالنسبة حق ما زلنا نتكلم عن صلاة التراويح والقيام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه لا يأتي بالوتر، والوتر يقصد بأن هنا ختم الصلاة بركعة. فإن الوتر يكون ركعة وثلاث وخمس، فإذا صلى قيام الليل وأنهى صلاته بوتر فلا يعيد هذه الركعة الوتر، لكن لا يعني ذلك أنه لا يعيد قيام الليل. فقد ذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه أحيانا ينشط الصلاة فيعيد قيام الليل فيصلي ركعتين بعد الوتر. فالمنهي أن يصلي في ليلة واحدة وترين، يعني يصلي الوتر ثم ينشط ويصلي الوتر مرة ثانية. لكن إشكال يا أبو أحمد أن أحيانا يصلي مع الإمام والإمام يوتر، فماذا يعمل؟ نقول إذا أوتر فأنت بالخير، إما أن توتر معه ثم تقوم الليل ولا توتر مرة ثانية، وإما أنك إذا أوتر تقوم بركعة فتشفع لصلاتك ثم تقوم الليل إن شئت وتصلي الوتر آخر الليل. هذا جائز وهذا جائز. وإن كان الأولى التراويح القيام، نعم، وإن كان الأولى أن يؤخر الوتر وأن تكون آخر صلاة الإنسان وترا. صحيح. وتعرف أن وقت القيام ينتهي بطلوع الفجر. بطلوع الفجر، نعم. بالنسبة حق الشيخ عدد الركعات في صلاة التراويح والقيام، يعني بعض المساجد يصلون مثلا 20 أو 21، بعضهم يصلون 11 أو 13. والله كله طيب، كله طيب، ما في إشكال. وإن كان الأقرب للسنة كما نقل عن عائشة أن ما كان الإنسان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. فإذا صلى الإنسان 11 ركعة طيب، لكن في إشكال، يعني لا أصحاب 11 ركعة أحيانا موفقين ولا أصحاب 20 ركعة موفقين. ليش؟ كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي، النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي 11 ركعة كان يطيلها. فهؤلاء أصحاب 11 ركعة لا يطيلون، وهؤلاء أصحاب 20 لا يطيلون ولا يراعون العدد. فنقول من أراد أن يقصر الصلاة فليكثر عدد الركعات، لكن ما يكون إسراع شديد كما يفعل بعض الأئمة، يأخذ من ألهاكم التكاثر إلى آخر القرآن والركعة الثانية يقول هو الله أحد، ولا أيضا يفعل كما يفعل أصحاب الثمان، يصلي ثمان لكن يخففها. فالأولى أن نقول أن يصلي ثمان بإطالة، أو يصلي 20 أيضا بإطالة لكن أقل إطالة من 11 ركعة. نعم. والسلف ذكر عنه من كان يصلون 20 وأكثر من ذلك، وبعضهم أقل من ذلك. قيام الليل أقل هو ركعتان ولا حد لأكثرهم، لكن الأولى أن نفعل فعل النبي وسلم، لكن نوافق فعله في العدد وفي الكيفية. نصلي صلاة طويلة ونصلي 11 ركعة، فمن زاد فلا ينكر. أنا أحيانا أصلي التراويح خلف من يصلي 11 فأصلي 11، وصلي التراويح خلف من يصلي 20 فأصلي 20. نعم. فلا ينكر، لا هذا ينكر على ذاك ولا ذاك ينكر على هذا. صحيح. أيضا الشيخ بالنسبة حق القنوت ودعاء ختم القرآن، إذا ختم القرآن في شهر رمضان. هو القنوت لم يثبت من فعله في رمضان، ثبت من قوله وعلمه لأصحابه، فلا مانع أن يقنوت. لكن نقول للناس لا ينبغي أن يقنوت كل يوم، لئلا يظن الناس أن القنوت من فروض الصلاة. إذا ترك أحيانا لا مانع، هو أفضل. والقنوت فعله النبي صلى الله عليه وسلم من فعله عندما كان يقنت دعاء على قوم كما قتل بعض أصحابه، فدعا على من قتلهم قنت شهرا كاملا ثم نهاه الله عز وجل، وكان يقنت في صلاة الفجر وكان يقنت بعد الركوع. أما قنوت قيام الليل فعلمه من قوله، وما زال الناس يقنتون، فلا مانع من القنوت. فمن قنت على الدوام لا إشكال، ومن ترك القنوت لا إشكال، ومن فعل هذا أحيانا وترك أحيانا فهذا هو الأولى، لكن القنوت ليس واجب سنة. صحيح. شيخ، في صلاة التراويح يعني حضار الأطفال المساجد، بعضهم يقول يسوون فوضى، وبعضهم يعني يحضر الطفل تشجيعا لذلك، يعني كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هو الاعتدال في القول، يعني الطفل إذا كان أقل من التمييز، يعني ابن الرابعة والثانية، هذا يشاغب ويتعب أهله ويتعب المصلين،
وإذا استطاع أهله أن يبقوا في البيت فهذا أولى، والمرأة صلاتها في بيتي خير لها، وكون تأتي المسجد وتزعج نفسها وتزعج الآخرين هذا لا ينبغي. لكن إذا كان الطفل فوق التمييز وأراد أن يربي ويعوده وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، فلا بد أن يضبط تصرفات الولد، يبين له أنه سوف يقدم المسجد، والمسجد له أدب وله سمت، وتجلس في هذا المكان وتصلي معنا ولا تشاغب ولا تلعب، والطفل يتربى ويتعود. فإذا صدر منه شيء ينبغي أن تتسع صدورنا وقلوبنا للأطفال، لا ينبغي الإنسان يكون عنيف وصاحب تنمر. بعض كبار السن نعم يعني يزجر ويغضب إذا لعب أحد الأطفال، ربما يلعبون في البيت فنغض الطرف عنهم. والطفل إذا ما ربينا نحن بأيدينا من يربيه؟ في بعض الأطفال يكرهون الصلاة ويكرهون المساجد نتيجة تصرف الكبار معهم عندما كانوا صغارا، يطردونهم ويؤذونهم ويمنعونهم من دخول المساجد. فهذا التصرف غير محمود، فالتوسط في ذلك هو المطلوب. جزاكم الله خير الشيخ. أهلا وسهلا، حياكم الله. مشاهدينا الكرام، نشكر لكم طيب المتابعة، ونلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة من برنامج دردشة فقهية. إلى اللقاء.